مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم سنسلط فيها الضوء على مباراة السوبر، فنيا، تنظيميا، تحكيميا، كل ما يتعلق في هذه المباراة، من خلال طبعا تواجد محللينا وضيوفنا اللي معنا داخل الاستديو، وأيضا من خلال مداخلاتكم الهاتفية اللي كانت عندها أي ملاحظة على المباراة. أرجع وأقول فنيا، تحكيميا، تنظيميا، المجال مفتوح لإبداء رأيه حول مباراة السوبر. خلا رحب طبعا بارك قبل رحب الضيوف، نبارك لنادي الكويت، مجلس إدارة، جهاز فني، إداري، لاعبين، جماهير، وكل محبي الأبيض ببطولة السوبر باكورة الموسم، ونقول هار لك لنادي القادسية، جماهير، مجلس إدارة، جهاز فني، إداري، ولاعبين. خل رحب بضيوفنا اللي متواجدين معنا على اليمين اليوم، أول زيارة الحقيقة ونتشرف فيها، يعني من زمان ما حضر حتى في موسمنا الماضي، مدربنا الوطني كابتن أحمد عبد الكريم، مدرب فريق الصبيخات حاليا، ونهنيه على ثقة الإخوان في مجلس إدارة نادي الصبيخات بتكليفه بمهمة تدريب الفريق في الموسم الحالي، وهذا موسم صعب جدا ومهم، والاستعانة بأحمد عبد الكريم كمدرب وطني هذه دلالة على ثقتهم بأبو خالد وثقتهم بالمدرب الوطني، وإن شاء الله قدها وقدود أبو خالد ويقدم نتائج طيبة. بجانب أحد الإعلاميين تشرف فيهم الحقيقة وانضمامهم لنا في برنامجنا شرف كبير لنا، ونتمنى إن شاء الله يوفق في تحليلاته، في تقاريره، في كل ما يتعلق في أخونا مشعل الديحاني زميلنا الإعلامي، واللي تشرفت أيضا في العمل معاه في القناة الثالثة الرياضية، كانت أيام حلوة صراحة، ومن الأشخاص اللي يشرف كل مكان يكون موجود فيه ويبدع في كل مكان يكون موجود فيه. على اليسار طبعا أخونا العزيز صلاح مرزوق، مو غريب علينا ولا عليكم، ونبارك له بالتأكيد. وبجانبه أول إطلالة أيضا بعد عودتنا بعد غياب حارس مرمى نادي القادسية سابقا وحارسنا الدولي سابقا الكابتن بدر جمعة، واللي نقول له هارلك حياكم الله يا أخوان، صباحكم الله بالخير جميعا، وشكرا على تلبية الدعوة. اللي يحب يتواصل معنا أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة. نرجع ونقول يعني نتمنى احنا قاعد نحرص أمانة في الحلقات السابقة أن تكون المداخلات الهاتفية قليلة جدا، لأن في بعض الأحيان بعض الحلقات كانت المداخلات الهاتفية فيها انفعال كثير، فيها اندفاع كثير، فيها يعني بعض المفردات اللي لا تليق بجهاز إعلامي ولا تليق بالمتصل. فنتمنى إن شاء الله يعني نحاول أن نشرك المداخلات الهاتفية بشكل يعني يكون مرتب ومميز. قبل لا أبدأ أيضا الشكر لرعاتنا وداعمينا كالعادة، شركة فيفا، أخونا العزيز سلمان البدران، مشكور يا أبو عبد العزيز، تيماس، وأخوي العزيز أحمد بودهب وأحمد عاشور، شكرا جزيلا لكم. سفريات النور، دار الأنوار المباني، عطورات أمل الكويت، ودير اندير، أخوي العزيز محمد العنجري، وأيضا أخوي العزيز طواري مدلول، الصديق الصدوق لأخونا أبو ماطر أبو ناصر، نصبح عليه بالخير. وطبعا هو وكيل ماركة جيفوفا في الكويت، ووكيل ماركة أيضا زيوس، ونتشرف أيضا بانضمامه كراعي لنا في برنامجنا، شكرا لك يا أبو ناصر، ونتشرف بتواجدك معنا. خلنا نبدأ حلقتنا بتقرير زميلنا مشعل الديحاني اللي كان حاضر المباراة، مباراة السوبر، نشوفها مع بعض وبعد ذلك نعود. احتفل أستاذ جابر الدولي مساء يوم أمس الجمعة مباراة كأس السوبر في نسختها التاسعة بلقاء مرتقب جمع فريق القادسية والكويت بين بطل الدوري وبطل كأس سمو أمير البلاد في كرنفال رياضي بحضور جماهير غفيرة آزرت الأبيض والأصفر بشكل جمالي ولا أروع. صافرة الحكم علي طالب تعلن عن ضربة البداية، وبدأ التحفظ بالعشر الدقائق الأولى من الجانبين، وبادر بعدها القادسية ببناء الهجمات، وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 12 بعد عرقلة أحمد الرياحي داخل المنطقة، تقدم لها بدر المطوع مسجلا الهدف الأول لفريقه بعد أن وضع الكرة في المقص الأيسر بشباك مصعب الكندري.
الشوط الثاني سيطر العميد الكويتاوي ببناء هجماته المتواصلة، أثمرته بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56 بإقدام عبدالله البريكي بهدف جميل استقرت فيها الكرة بالمقص الأيسر لمرمى القدسية، وعزز فهد الهاجري بإحراز الهدف الثاني للكويت بعد متابعته لكرة عرضية أمام المرمى وضعها سهلة داخل الشباك، وكاد محترف الكويت كامارا أن يضيف الهدف الثالث لفريقه بعد تسديدة رائعة ارتدت من القائم، وعاد الأصفر القدساوي إلى أجواء المباراة بعد أن أدرك خطورة الموقف عليه حيث أحرز الهدف الثاني والتعادل برأسية الأردني شريف النوايشة في الدقيقة 71، حتى انتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، احتكمت فيها ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الكويت والذي سجل فيها 3 ركلات مقابل ركلتين للقادسية. بعدها توج الأبيض الكويتاوي بطلا لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه واللقب الأول بالموسم الكروي الجديد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله أن طلعت المباراة بالمستوى المطلوب. مباراة كانت تليق باسم الفريقين الكبار نادي الكويت، كل تقدير واحترام ومبارك لهم بهذا الفوز، ونادي القادسية طبعا. نشكر الجمهور الأكثر من رائع اليوم اللي فرحنا، ونشكر الإخوان في الاتحاد على التنظيم الرائع، ونقول الحمد لله على كل حال. هذه كرة القدم بالنسبة لي ضربات ترجيحي ركلات حظ. أنا أقول لك كمدير فريق الحمد لله، الله يعطيهم العافية وما قصروا صراحة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كل الكويت سيد أكثر مجريات المباراة لكن دون خطورة. يمكن جمعة سعيد كرة أو كرتين اللي شفناها، العالم كله تقول جمعة سعيد، لكن القادسية يمكن حصل له فرص لكن ما استغلها. لكن هذه كرة القدم، فوز وخسارة. يبقى أنت لازم تقول حق الفريق الفايز مبروك، وتقول حق الفريق خسران هارلك. هذه كرة القدم، وانت رياضي لازم تتقبل الروح الرياضية. اتوقع الجمهور اللي حضر استاد جابر اليوم كانت المباراة على مستوى الحدث، لله الحمد اول مباراة رسمية بالموسم. يمكن اللياقة البدنية ما كانت تظهر الفريقين بالمستوى، لكن الحمد لله حققنا بطولة. رجعنا من الشوط الاول خسرانين 1-0، نقلب نتيجتنا 2-1 وتعادلوا القادسية، ونرجع البلنتيات مباراة يمكن 3 بلنتيات ضيع بعدين نادي الكويت يضيع بلنتيين ونحقق الفوز اليوم الحمد لله. كنا مسيطرين تقريبا من بداية المباراة، متوفقوا في هدف. طبعا خبرة بدر المطوع لعبت دورها يعني، لكن الفريق بشكل عام كان فريقنا أفضل. أتوقع ضمن مجريات المباراة كان فريقنا أفضل، لعبوا شوي القادسية بعد ما سجلوا هدف التعادل شوي كانوا أفضل في دقائق معينة كانوا أفضل بالمباراة، لكن تعرف المباراة دائما بين القادسية والكويت مباريات كبيرة مباريات ممتعة. الحمد لله أتوقع اليوم في مستوى جيد، متعنا الجماهير في الديربي، ونقول مبروك للعميد وألف هارد لك الملك القدساوي. ولك المجتهد نصيب، أدينا المباراة يعني بتركيز عالي من أول دقيقة لدقيقة 90، ودشينا نفس الشيء البلنتيات بتركيز عالي، والحمد لله الحمد لله على كل حال. أقول مبروك حق جمهور العميد اللي حضر واللي ما يقدر يحضر، الحمد لله فتحنا الموسم بطولة السوبر، إن شاء الله هذا خير، إن شاء الله نكمل نقدم مستوى أكثر أحسن إن شاء الله جيد. اليوم الجمهور صراحة خجلنا، حضور جماهيري كبير. الكويت والقادسية هم الأفضل، فاز الكويت أو فاز القادسية ثق بالله أنه يستحق، لكن اللي عجبني بالمباراة الروح الرياضية اللي بعد المباراة، القادسية نسلم عليهم وسلمون عليهم، هذا الروح الرياضية أكيد. لا مباراة كانت حتى فنية ترى كانت زينة، يعني نقول فوق المتوسط. إن شاء الله بإذن الله نقول الدوري وكأس الأمير والعهد تكون هذه المباريات الكبيرة القوية موجودة. مبروك نادي الكويت، هارك نادي القادسية، دو مباراة كبيرة. وثاني شيء نشكر حضور الجماهير الصراحة اللي فرحنا أكثر يعني بالمباراة. طبعا أول شيء بالنسبة لي أنا يمكن كنت يعني توني راد من إصابة، بقول خير الحمد لله. وشيء مثل ما يقولون كل مجتهد نصيب، الحمد لله. يمكن تعبنا الفترة اللي طافت، إعدادنا كان أفضل من نادي القادسية، وكنا نستحق المباراة للأمانة من قبل لا تنتهي حق البلنتيات، لكن الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة وقدرنا ناخذ. أقول مبروك نادي العميد وهارد لك القادسية، وإن شاء الله تكون البطولة فال خير على العميد وبداية موسم. إدارة ما شاء الله قاعدة تتعب على الفريق، تجيب محترفين، تقدم كل شيء صراحة. إن شاء الله نفرحهم الموسم، نقدم لهم كل البطولات بإذن الله. إذن في مباراة كانت غريبة الأطوار، انتهت في وقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الأصفر والأبيض.
ألا أن ضربات الترجيح حسمتها إلى العميد الكويتاوي، وذهب كأس السوبر باكورة هذا الموسم إلى خزائن نادي الكويت. من استاد جابر الدولي كان معكم مشعل الدحاني لبرنامج 90 دقيقة. شكرا يا ابو ماطر، يعطيك العافيه على التقرير. نبارك مره اخرى الابيض. خلبدي من اليسار مع ابو مشاري اخونا صلاح مرزوق، كونه كويتاوي وصاحب الابتسامه اليوم، ونشكره على ايضا الكاس اللي اهدانا اياه اليوم، ونبارك لهم التحفه صراحه الجميله، ونتمنى ان شاء الله يكون كاس خير على رياضتنا وعلى فرقنا ومنتخباتنا ان شاء الله. هذا هو الكاس، تحفة صراحة جميلة، كما ذكروا الأخوان مصنوع في إيطاليا أو تم جلبه من إيطاليا. نبارك لنادي الكويت، كاس جميل صراحة، ونهنئ الأخوان في الاتحاد على هالديزاين الجميل. أبو مشاري مبروك، الله يبارك. كان ممكن تضيع منكم مباراة، هي شبه ضاعت مبارح لأن الفريق داش مو مركز، الضخ الإعلامي 4-3-0 والأمور هذه اللي كانت تنقال، وأن فريق القادسية في إصابات وفي نقص. جماعة فريق القادسية يبقى فريق القادسية، لو تجيب الناشئين تحت 17 فريق القادسية، فريق الصفرة فريق القادسية. أحترم الفريق اللي قدامي، اللي حصل مبارح اللي شفته أنا، اللي وأقول لك يا بصراحة شكل الفريق مو مركز، متعالي على المباراة. أنا أمس عجبني فريق القادسية للأمانة، فريق القادسية أمس لعب على حسب إمكانياته وغطى الملعب صح. الكويت أبس ما كانوا بالفربة، تركيز ما كان عندهم تركيز باين، وفي أخطاء واضحة بالفريق. بس يعني ملخص المباراة أنك أنت أخذت اللب اللي هو جبت البطولة، ففي مجال فرصة أنك تعالج أخطائك اللي شفتها أمس، لأن هذه مباراة تنافسية مبارح غير الوديات، فأنت شفت على الواقع، ففي عندك اخطاء يجب ان تعالج. اخطاء من المدربين، من مدرب عفوا، اخطاء من اللاعبين، اخطاء من احنا، انا علي بالمستطيل الاخضر، اخطاء من اللاعبين. احنا قاعد نشوف طبعا هذا مردود على المدرب هو لا شنو؟ لا اقصد في اخطاء، يعني ابي تركز على النقطه، يعني هل اخطاء في مثلا في مراكز بعض اللاعبين، هل اخطاء في خلينا نقول القياده الفنيه للمدرب، هل اخطاء في قياده اداريه مثلا؟ لا لا لا، في ثغرات واضحه، عارف؟ نعم، في ثغرات واضحه بالفريق. يعني فهد عوض كان انت لعبته على الشمال، قصدي العنزي كان على الشمال، خليته للدقيقه 35 على الشمال، لما غيرته مع جازع شفت الفرق. نعم، زائد في ثغره، في عندنا ثغرات بالفريق مو عيب، لازم انت لافاها المباراة الجاية، وعندك الدوري بعد اسبوع، في مجال تعالج اشياء كثيرة، تسد النقص، حتى اللاعبين يحسون بالمسؤولية. احنا اللب الموضوع البطولة جبناها، بس لا نرتكز عليها ان جبناها، لا، انا طموحي الدوري وكاس الامير وكاس والعهد، لازم تركيزي بزيادة، ونتعلم من اخطائنا، مو عيب نتعلم من اخطائنا. اوكي ابو ناصر، اسمح لي راح اروح بها شوي حق الاخوان هناك، انت ايضا طرف اخر في المباراه، باخذ بعد شوي راي المحايدين. شنو سبب خساره القادسيه في هالمباراه؟ والله انا اعتقد ان يعني اول شيء بارك حق نادي الكويت حصولهم على البطوله، فريق يستحق، فريق تاريخه يعني لا مجال يعني انه واحد حتى يقلل من الفوز، فريق يستحق المباراه حتى من قبل لا تبدا. القادسية أنا أعتقد يعني خسر نتيجة، لكن كسب احترام الجماهير، يعني إنه قدر يتعامل مع ظروف استثنائية، سواء كانت على المستوى الإداري أو المستوى الفني أو حتى التزام اللاعبين. كان في مشاكل وايد يعني صعب نتغلب عليها، بالإضافة إلى المستوى العام، أنا أعتقد إن كلام الكابتن ورايه أنا خالفه، إنه كانت الأسباب المستوى هذا اللي طلع حتى الكويت، الاعداد بدون مباريات وديه على مستوى قوي اللي هي بالمعسكرات،
نتيجة طلعت بمباراة السوبر. يعني انت تدري تروح معسكر بدون لا تلعب 6-7 مباريات، المباريات الودية اللي بالكويت المستويات متقاربة، انت ما لعبت يا فريق يكشف لك خطائك. فهذه اول مباراة الحين المدرب يقدر يتعامل وياها، انا ما لهم لا المدرب ولا اللاعبين. طيب. فالقادسية اجتهد واعتقد انه خسر نتيجة بس ما خسر شيء ثاني. انا خل اسألك السؤال وايضا اطرح بعد شوي السؤال نفسه على الاخوان. اخوي بندر ندم صبح عليه بالخير، يقول انا استغرب من مدرب القادسية ليش ما نزل حمد العنزي بالبلنتيات، خاصة ان حمد العنزي احسن احسن من ميسي بالبلنتيات. يعني شفنا نادي الكويت عمل هالتغييرات اللي يتكلم عنها اخوي بندر، اشرك فهد عوض، اشرك فراس الخطيب. يعني اليوم بعض الجماهير القدساوية ومن القدساوية اللي كنت اتابع معاهم المباراة امس، كان مفترض انه يغير علي جواد، وانت حارس لك وجهة نظر في هذه النقطة، ويشرك احمد الفضلي اذا كان موجود في القائمة، ويشرك حمد العنزي يستفيد منه من ركلات الترجيح. زين، انا الحين اوجه السؤال لكل اللي يعني سأل التساؤل. لو علي صايد ثنتين والمجمد مقول، ما حد راح يطالع حمد ولا احمد العنزي. هذه يعني كانت ردود الافعال الطبيعيه. دائما الانسان انت نزلت لاعب ضيع يقول ليش ما نزلت فلان، لو منزل فلان ومضيع يقول ليش ما نزلت فلان. فبالنهايه صعب ارضاء الناس وقت الخساره، الكل عنده اسبابه والكل يراها من زاويته. فاعتقد ان اللي صار هو المنطقي، دخول احمد الفضلي ما كان له مبرر ولا كان منطقي اصلا، لان انت اوريدي ما لعبته، مو لانه هو مجاهز ولا لانه هو مصاب. الحارس ما كان مقصر بالمباراه، كان ملتزم بالتمرين، فانت كان بعاده اداريه. والحارس ما كان مقصر بالمباراه، وعلي كان يستحق الفرصه. هذا اداري احمد الفضلي؟ نعم اعتقد الاهداف فني اعتقد. لا ابتعد هو على التمرين فتره، هو سافر كنا سافر. بس اذا بعاد اداري ما يخليه على اعتقد مستاذن ومسافر مستاذن. احمد متواجد، انا غطيت التمارين. لا هو موجود بس كان راجع توي. انا متواجد، انا توقعت انا بنظره انه يكون هو الاساسي، مو علي. لا هو قاطع مسافر، كان موجود يعني سافر في ايام هو مو موجود. اي سافر في فتره مسافر، وقالوا بس كان دليبور كان يحطه بالاساس يعني ويا التشكيله الاساسيه لما يسوي التقسيمه. قاعد اشوف احمد الفضلي الحارس امس ما يتحمل شيء يا جماعه. زين ونواف الخالدي وينه؟ نواف مبتعد من بدايه الموسم، واعتقد نواف لازم ياخذ قرار الحين نفس حسين فاضل. لا بالاخير من اول موسم تمرن 4-5 ايام. نواف حاضر تدريب، قاعد اقول لك بالاخير بس مو بدايه الموسم، مو بدايه الاستعداد يعني المعسكر. انا حاضر النادي وشفته كلمته. فنواف للحين وضعه، وانا اتمنى ياخذ قرار نفس حسين فاضل، اما انك تواصل تستمر وتواظب على التدريب، او انه تاخذ قرارك يعني. لان النادي بحاجه كل واحد. انت مع نواف تواجده ولا ابتعاده؟ لا طبعا النادي محتاجه. نواف قادر طبعا. طيب. نواف قادر. انت كطرف محايد اليوم، هل تفوق المدرب الفرنسي سيد بانيد على داليبور؟ بداية أحب أبارك نادي الكويت وجماهيره ولاعبينه وجهاز فني وإداري على الفوز، وهاردك القادسية وجماهيره. وهذا الفوز ما يقلل خسارة القادسية، ما يقلل من قيمة القادسية، والقادسية دائما بطل، وأيضا نادي الكويت بطل. بالنسبة للمباراة أنا أعتقد أن مدرب القادسية نجاح أكثر من مدرب نادي الكويت، لأن بدنيا وفنيا الكويت كان أفضل إعداد من القادسية. لو لاحظ المباراة أبو سعود، المدرب القادسية يعتمد على الهجمة المرتدة، الكويت كان يضغط بدأ بالضغط العالي بس ما نجح في الأمر هذا. نعم. لمهارة اللاعبين القادسية. القادسية لعب على الكرة المرتدة اللي الضغط من نص الملعب وعلى الكرة المرتدة، ونجح في خطف ضربة جزاء. بعدها صار اللعب يعني بنص الملعب تقريبا. الشوط الثاني أعتقد اللي فرقت في المباراة، وهذا ما يقلل من الكويت، الكويت كان أفضل، كرة ضار سعيد، لو كانت مسجلة كرة ضار سعيد أعتقد أنها كانت تنقص المباراة كثيرة. ليش أبو سعود؟ الفرق الكبيرة دائما لنفس نادي الكويت لما تسجل عليه هدف لازم تنتظر عليه هدف ثاني، لازم تنتظر هدف عليك إذا ما تسجل عليه، بأي وقت تسجل عليك كنادي القادسية أو نادي الكويت. إذا أنت كنت فايز عليهم 1-0 وسلحت لك فرصة كبيرة أنك تضيف الثاني وما سجلت الثاني، انتظر جول عليك، بالتأكيد راح تنتظر هدف راح يتسجل عليك تعادل. وهذا اللي حصل، سجل الكويت الثاني الأول، بعدها بدقيقة صار ارتباك، عدم تركيز من اللاعبين القادسية، الكويت استحوذ على المباراة كاملة، أضاع أكثر من فرصة، سجل الثاني كاد أنه يسجل الثالث. وهذا أعتقد أنا في مدرب الكويت، وهذه وجهة نظري، إنه يعني ما أنا ما طبعا مو نفس كابتن بنيت
كابتن بنيد يعني مدرب محترف ومدرب درب فرق كبيره وكثيره، لكن لما يشيل فهد العنزي ويودي المحترف كمارا يسار ابو سعود، اعتقد انه صار في خلل بالفريق يعني شويه في الامر هذا. انا من وجهه نظري هذه كان ممكن اذا انت حاط في راس لاعب خبره كان ممكن انه يستحوذ على الكره، يقضب الكره ويمسك الكره. عنده خالد عجب مهاجم القادسيه، اعتقد الشوط الثاني قبل التعادل انهيار كبير، خصوصا في الجانب البدني انهيار كبير. لكن صراحه اهني الفريقين على المستوى، اهني كثير من اللاعبين امس قدموا يعني. مساعد ندى كان مسك بجمع سعيد وكان بطل صراحه، حتى لو نلاحظ مساعد ندى بالشوط الاول كان دائما يعاني من الشد، دائما يمسك يعني رجله بعد كل لعبه، كان بين مجهز بدنيا، لكن تفوق صراحه في الدفاع. والشال الدفاع الغاسيه تفوق في التنظيم من نص الملعب حقيقه، امس كان منظم جدا، كان يدافع ثمان لاعبين او تسعه في بعض الاحيان. كان مقدم دور كبير يعني. في الكابتن بدر مطوع كان له دور كبير لانه وجد الحل، خاصه الجول الثاني يعني ابو سعود صراحه لعبه لا مرسوم بعد الكروس اللي لعبه ذكاء وبسرعه. مهما كان بدر يوجد الحل عنده في اي وقت ابو سعود. نعم. على العموم مباراه جميله شفنا احنا. بالنسبه لضربات الجزاء بس بقول شغله ابو سعود يمكن ما ضافوا الاخوان، ان في المباريات هذه اذا انت تعرف ان تلعب على طول مباراه وبعدها ضربات جزاء، بالتاكيد المدرب قبلها بيوم مدرب اللاعبين ومدرب كل شيء زين على كل الامور. ابو سعود انه مدرب من ضربات الجزاء بالنسبه للكابتن حامد او اي شيء، فالمدرب حاط الخمسه الاوائل من يشوتون يسددون في ضربات الجزاء، تأكيد انه هو عارف من اول خمسة حضرهم كم حضرهم اكيد. انا بسأل بماطر عن رايه في التنظيم، وخاصه في امور تنظيميه، الكثير اشاد بالامور التنظيميه وفي بعض الملاحظات. هم بو مشاري كان حاضر المباراه، ايضا بناخذ رايه تنظيميا، وراح اخذ ايضا راي الاخوان في الامور التنظيميه بعد الفاصل. لكن خل اقرا كم تغريده على السريع. اخونا زيد الجزاف دائما الاخوان في جريده تايوش، نشكركم على متابعتكم لنا وخاصة أخوي زيد وأخبار البرنامج أول بأول. يقول يسعد صباحكم، ضيوف مميزين واختيار موفق، مشكور يا أخوي زيد. وأحمد عبد الكريم يستاهل ثقة أي نادي، شهادة يستحقها. طبعا أخوي بندر أنا قلت تغريدته، وبندر هو حاليا رئيس تحرير جريدة جمهورنا الله يوفقك. أبو حمد يقول أشكر صلاح مرزوق على حضور الكاس في ديوانية عادل عباس، وألف مبروك أخوك صالح الفرج عرباوي. مشكور يا أخوي صالح. أخونا مكاتب اسمه يقول القادسية عنده مشاكل خارج الملعب والكويت عنده مشاكل داخل الملعب، إضافة إلى أن مدرب الكويت كان تايه ومتوه فريقه. هذه وجهة نظرة. أيضا أخونا قدساوي مدريد يقول نبي نعرف وين الحارس سعد العنزي، راح أسأل أخوي بدر إذا عنده خبر. أخونا فارس سياف فقدنا تغريداته من زمان، يقول أخوي عبد العزيز احنا نعيش في كذبة رياضية، وما يحصل الآن بالرياضة هو وهم وضحك على الشعب، أين رفع الإيقاف ومتى؟ إن شاء الله طول بالك يا أخونا فارس، وإن شاء الله ينرفع الإيقاف. آخر تغريدة، مراقبة جمعة سعيد التامة واللصيقة من مساعد أفقدت الكويت خطورته الهجومية، وأعتقد أنه يمثل نصف قوة الكويت الهجومية. أروح لفاصل وبعد ذلك أعود للحديث تنظيميا عن مباراة السوبر. حياكم الله ويانا. ما عليه اسمحوا لي، تغريدات كثيرة ولا بد أن أشرك أيضا المتابعين معنا. أخوي بصقر يقول جمعة سعيد لو لاعب ممتاز كان ما لعب بالدوري الكويتي، ولا إيش رأيكم؟ راح أخلي بمشاري يرد على النقطة. فهد الراشد يقول رحب بالحضور وأبارك نادي الكويت والقادسية، كنتوا رجال مثل ما عودتونا، نبي أسماء الفائزين بالتذاكر، كانت لجة حطوا لنا الأسماء. أعتقد هذا الامر اخوي فهد عند الاخوان في الاتحاد الكويتي كره القدم، المفروض يعرضون الاسماء على نواب الملعب. الملعب كانوا قاعد يقولون لا الجرايد المفروض تنحط، ينحط في الموقع الرسمي بالملعب. بالملعب كانوا يعلنونها، دزوهم حق الجرايد او الجرايد بالفعل. اخر تغريده من اخونا ناصر بن فهد السدران، ايضا من زمان فقدنا تغريداتك يا اخوي ناصر، ومتابعنا من المملكه العربيه السعوديه، وهذه فرصه ان نهني الاخوان في المملكه باليوم الوطني للمملكه، ونتمنى ان شاء الله دائما المملكة في أمن وأمان واستقرار بوجود خادم الحرمين الشريفين. يقول ناصر مباراة السوبر وملعب السوبر رسالة الفيفا بالظلم الكبير اللي وقع على الشعب الرياضي الكويتي. انتقل لأبو ماطر، شلون كان التنظيم يا أبو ماطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب فيك أبو سعود زميلي يعني وأستاذي الكبير، الله يسلمك، وأشكرك على الإطراء والإطراء بحقي استاه. وهذا يدل يعني طفرة إعلامية لي أني أقدم معاك في نفس البرنامج، والشرف الكبير لي. وأيضا أصبح على الكباتن الكبار اللي موجودين، كابتن بدر جمعة وكابتن صلاح مرزوق والكابتن أحمد عبد الكريم. ولا أنسى أني أبارك لنادي الكويت إدارة ولاعبين وجهاز فني وجمهور، نقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله تكون باكورة خير على جميع الأندية الرياضية، ونتمنى التوفيق من الله إن شاء الله، وأنه يكون عندنا دوري نفتخر فيه على الأقل يكون أحسن من المواسم اللي طافت. بالنسبة للتنظيم، أعتقد أن الأخوان بالاتحاد الكويتي أعلنوا بأن أستاذ جابر راح تفتح أبواب الساعة 4 حق الجماهير، وأن هناك مثل ما ذكرنا بتقريرنا أن في تذاكر سفر إلى أوروبا وفي 5 سيارات، كان دخول منظم. شفنا في مجاميع تطوعية من الشباب الكويتي أيضا ماسكين البوابات في عملية الدخول. شفنا طبعا كبار الشخصيات رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الأندية والاتحادات الرياضية كانت موجودة، يعني التنظيم كان ممتاز. قبل المباراة بسعود كان في حفل كرنفال بسيط، يعني كان استعراض اعتقد ان الطائرات اللي شفناها احنا الطائرات، وكرموا الابطال ومنهم طبعا البطل الاولمبي فهيد الديحاني صاحب الذهبية بريو جانيرو، والبطل اخوه عبد الله الطرقي، واعتقد ابطال المبارزة كانوا ممتازين. هذا نوع من الحافز فالجماهير استمتعوا امس، وكان خوش على قولتهم ميوزك، والإضاءة كانت الإضاءة والشغلات، والإضاءة كانت جميلة جدا. احنا نتمنى يعني نتمنى المباريات هذه نشوفها، لان الجماهير فعلا التمسنا فيهم امس تعطش في الامور هذه. كويت تستحق الفوز؟ ها فنيا انت قاعد تكلمني، انا سمعت وجهة نظر الكباتن. بالنسبة لي انا قلتها بتقريري، مباراة غريبة الاطوار. تسألني ليش غريبة الاطوار؟ بالنسبة لي الكابتن ابو مرزوق كابتن صلاح قال ان الشحن الاعلامي ما كان فيها شحن اعلامي، مع احترامي لرايه ما كان فيها شحن اعلامي، ولكن هو فريقين جايين بعد اجازه من 3 شهور، وقف الموسم، التقى فيها بطل الدوري مع بطل كاس سمو الامير. كانت احنا لنا وجهه نظر، احنا كجمهور متابعين للوسط الرياضي او للدوري كره القدم، من الكويت عسكر، وان الكويت عنده الفكر ان الاليه التقنيه مالتهم بروفيشنال، وان عندهم من خيره المحترفين. القادسيه عندها مشاكل اداريه ومشاكل فنيه وعدم التزامات اللاعبين، ناهيك عن فهد الانصاري اللي راح اتحاد جده، وايضا مشكله عبد العزيز المشعان ومشكله سيف الحشاني، يعني كانت في امور. هذا اللي احنا شفناه، لكن اللي شفناه في وسط المستطيل الأخضر في الملعب، أنا أقول تقاسم الفريقين 90 دقيقة للمباراة. طيب يعني التعادل كان عادل، وركلات ترجيح هذه حظ. طيب ردك على أخونا أبو صقر اللي يقول جمعة سعيد لو لاعب كان ما شفته بالدوري الكويتي. والله عاد هذا الحين رأي اللاعب المحترف والعقود اللي تقدم له، بس هم أنا أعتقد أن المبالغ اللي قاعد يأخذها بالكويت لو هي ضعيفة جنت ما لقيتها عندك. ثق تماما المبالغ اللي ياخذها بالكويت مو لاقيها برا، ثق تماما بهالشيء. المبالغ اللي ياخذها بالكويت يعني انت مقتنع فيه كلاعب؟ انا مقتنع فيه ويستحق هالمبلغ. والله عاد شوف المبلغ ما اخذ ماني عارف المبالغ اللي قاعد تعرض عليه، بس هو اكيد قاعد ياخذ مبالغ عارف. نعم، فهو اكيد المبالغ اللي قاعد ياخذ مرتاح بالكويت. طيب ابو ناصر احد الاخوان سال يقول ليش عادل حمود ما اخذ فرصته امس في ظل غياب طلال عامر، في ظل غياب سلطان العنزي، في ظل غياب فهد الانصاري؟ عادل حمود، عادل حمود متى اخر مره لعب اصلا؟ زمان. بس اللاعب ملتزم عادل يعني، بس قاعد يتمرن ملتزم. لا مو مخلص مسجل موجود ومسجل وايد ملتزمين ترى، بس ما لعبوا بالنهايه يعني. يعني لازم يعطيه فرصه هاي المساله، يعني واحد يحضر التمرين كل يوم كل يوم كل يوم من ضمن الثلاثين هو ايه مسجل ضمن سعود. سعود مساله يا ما تبي اللاعب يمشي وده نادي ثاني، يا عطى فرصه نزقين ثاني. صح نزل. لا لا صح كلامك انت، اذا 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 ما اخذ الفرصه الحين صار له 3 مواسم او يعني في ظل غيابات يعني كثيره اليوم. سلطان مو موجود، فهد مو موجود، يعني الظروف تسمع، كانت الظروف تسمع. لما الحين تعتقد انت خيارات المدرب بعد هالاداء والنتيجه كانت مو صح؟ الحين خلص الاسماء على جنب، رضا هاني
لما لعبوا كوجه جديد يعني بهالمباراه بهالضغط بهالجمهور انا اعتقد ادى مباراه كبيره فما في مشكله ما في مشكله عشان تقول انت ليش لعب فلان ليش ما لعب فلان اللي كانوا بالملعب هم الافضل واللي برا ان شاء الله يكونون زينين وان شاء الله تجيهم فرصه مساله لعب فلان بالاسم وفلان هذا شيء للمدرب صعب ان الواحد يعني شخصيه الموضوع شخصي ما اعتقد طيب وين سعد العنزي سعد العنزي والله انا اعتقد انه هو كان يعني هو اخذ بطاقته ولعب بالساحل وبعدين سمعنا اخبار بانه انتقل الى القادسيه انا ما شفته ولا لعبين حتى بالاحتياط ما كان موجود لكن حاليا هو اكيد انه مو من ضمن يعني اللاعبين المسجلين بالقادسيه المشعان ايش صار عليه المشعان والله انا يعني مو مجهز لداري وسعود فانا يعني حالي انا قاعد اتابع لكن تابع. المشعان يعاني مشكله من زمان يعني انه هو عنده امور مخه يبي يسويها وبنفس الوقت هو مو عارف قراره مو عارف اتجاهه يعني اعتقد المشعان الحين على عمرك انت محتاج الحين انك انت تكون واضح مع نفسك على الاقل انت شو تبي خليه يحاول فهد الانصاري والسلطان يروح يا العرض ما العرض هو وين العرض هو يروح بس يروح تتكلم محليا طبعا كلهم مظلومين اي لاعب يلعب عرض محلي ما يطلع ولا يعوض هذا مظلوم بس فعلا يا العرض ما في مجال هي جالة عارف انه اعطوه عرض لان القادسية يقولوا لا ما وصل حتى احنا نسمعنا العربي يقدمون العرض لا هل في شيء بالعربي رسمي بس قال هي قدم وقال فوزي ابراهيم قال ما ابي عبد العزيز مشعل فوزي ما يبي بس عيل وين العرض خلاص عيل وين العرض عيل الاندية الباقية كل نادي يتمنى عبد العزيز مشعل هل في احد قدم هو العربي اللي قدم احنا عارفينه من الموسم اللي طاف الموسم هذا ان العربي هو اللي قدم على اسم عبد العزيز المشعل المدرب قال ما تبي عبد العزيز المشعل طبعا لاعب جيد عبد العزيز المشعل بس ما عنده فلوس منو ما عنده فلوس بالتاكيد في شغله كل انديه يبونه بس ما عندهم فلوس انت الحين فهد خلص عقده بيطلع مسكين قالوا لا انت ما يصير وقانون ونظام وما شو يبل اللاعب مسكين الكويتي لاعب اسير مستعبد مسجون كلبشات وين يطلع بس انا اتكلم عن عزيز المشعان هو بالذات انت اذا ياك عرض تناقش على اساسه ما ياك عرض انت وينك وين قاعد تروح ليش ما تمرن ما ادري يعني هو طيب. شنو يبي يوصل ما ادري تفضل بخالك شنو انت انا اعتقد ان القادسية اللي شفناه مع احترام اللاعبين الموجودين حاليا لكن القادسية كبداية موسم اعتقد انه افتقد عنصر كان ورغ راب حق القادسية واللي هي دكة الاحتياط ابو قوة دكة الاحتياط ابو سعود هاي الظروف اللي الظروف يمر فيها الحين هي اللي مخلي دكة الاحتياط الانصاري خروج الانصاري حشال خروج خلي الحشال ممكن من السنة اللي طافت خروج السلطان سلطان والمشعان وحمد امام ما عوض كمان بعد المحترفين اعتقد المحترفين بعد ما عوض اي نعم لهم دور المحترفين فانا اتكلم بالقوة اللي كانت عند القادسية تشوف الاحتياط قبل مع وجود الحين حمد العنزي والمجمد بالعكس لاعبين جيدين صراحة والفهد يفرقون لا والفهد الفهد امس قدم مباراة كبيرة وغير حتى شكل رضا صراحة قدم مباراة كبيرة امس الولد الولد مباراة كبيرة صراحة يا ابو سعود عشان لا نظلم يعني ما في مجال تكلم عن النص انه كان في مجال كان اداء بالعكس القادسية امس ادى مباراة كبيرة على فكرة القادسية امس ادى مباراة كبيرة خل اقرا ايضا كم تغريدة ابو احمد يقول عتب على لاعبين نادي الكويت عند احتساب ركلة الجزاء ما له داعي هالاعتراض على الحكم والنرفزة خاصة مصعب الكندري مع انها ركلة صحيحة راح اشوف اوريكم ركلة الجزاء اذا جاز مع الاخوان عشان ناخذ رايهم اذا هي صحيحة او لا وهذا ايضا في ظل هذه النقطة اعتراض لاعبين نادي الكويت كان في محله شوف هي ضربة الجزاء صحيحة بس على فكرة في حكم يحسبها في حكم يعني حتى لو حكم ما حسبها ما راح يصير عليه ضغط معاي زائد ان مصعب يمكن لما احتج وهذا مو شايف لانه رايح حق الكرة هو تركيزه كان مع الكرة فمو مركز مع يمكن الحدث فهذا شيء طبيعي انه لو بتحسب بلنتي بيناقشون الحكم لانه صار عندنا ثقافة اللاعب عندنا لازم اي شيء يكلم الحكم هاي ثقافة هذا ركلة الجزاء شوف اعتراض لاعبين نادي الكويت انت شو تقول رياحي احمد لا لا هي بلنتي هي بلنتي بدر طبعا ما في بلنتي ما في ابو خالد دفع بس بلنتي مشعل بلنتي طيب وتبرر اعتراض انه شيء طبيعي اعتراض لاعبين نادي ثقافه اللاعب الكويتي ايه؟ ثقافه اللاعب الكويتي اي صفاره انك ردت فعل يعني هاي ثقافتنا ممكن ما شافه ترى كلام ابو مشاري صحيح ممكن لا مصعب كان تركيزه بالكره اي مصعب تركيزه بالكره اي مو لكن بالتاكيد لو تسالهم بس يفاجئ ان الكره يمه وعنده الكره واللاعب
مو متداخل معاه وانه صفر بلنتي. هو طبيعي ترى لاعبين لاعبين انت لو تلاحظ اغلب اللي يشعرون بالظلم ترى يعني خلينا نقول لاعبين الكويت والعربي لان فترات الاخيره صار الشماع صار الحكم شماع موروث موروث لا, لا, لا صار الحكم بالنسبه للناديين يعني من تصريحات موروث صار الحكم هو شماعه اي خساره اسهل ان تقطع عليه فاصبح اللاعبين لا اراديا هم يشعرون بالمظلوميه من اي من اي قرار ان احنا مظلومين بس اعتقد فصارت رده الافعال دائما وهي بعد ثقافه اللاعب الكويتي ثقافه اللاعب الكويتي لا هو يقول لك ليش كانت ردود افعال عنيفه اعتقد لو تشوف حتى البلنتي لو ضربت الجزاء صارت في اوروبا اعتقد نفس رده الفعل بالنسبه للاعبين يعني احنا نشوف دائما لاعب ابو خالد اكثر ملاعبنا يعني صفاره الحكم تشوف اللاعبين داشين لعب الحكم اكيد خلاص اتخذ قرار لكن انا اتكلم انا اقول لك على ضربه الجزاء اللي امس يعني انت حلو تحل المباراه شافوا يمكن الدفع لكن هي ضربه جزاء صحيح انت حلو تحل المباراة تحط 90 دقيقة لاحظ المواقف اللي بين مساعد ندى والحكم لو تحلل 90 دقيقة تشوف المواقف اللي بين مساعد ندى والحكم راح تشوف يعني مساعد غزك احتجاجاته على الحكم مركز على المباراة مركز ويا الحكم قاعد ويا الحكم شنو يعني فايدة اللاعب يعني هذا مساعد مساعد لا ما اعتقد انا لا 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 لاعب له دور كان يعني هو كان نجم المباراه على فكره يعني ما لا 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 كان نجم المباراه ضاري سعيد انا اقول لك لا لا بس اي فاول كان يحصل حق مساعد مع حدث روح شوفه شلون يوقف حق الحكم طيب بالاخير اعطى انذار على فكره اوكي بدر احد الاخوان يقول اخوي بسعود ليش ما تكلم الحضور عن اداره نادي القادسيه محترفه ولا لا ولا لا تفقه بالرياضه شيء غير التصريحات والتبريرات ماكو تصريحات اصلا ولا تبريرات منو قاعد يصرح شفت احد قاعد يصرح شفت مدير كره اي لا ابو عبد الله يصرح مدير كره اي لا مو مدير فريق مدير عبد الله حقان مدير جهاز الكره لا مدير اللي يكون عضو مجلس اداره اللي يكون عضو مجلس اداره عضو مجلس اداره اعتقد الشيخ فهد احمد الفهد اي وينه شفته هو هو قاعد لا لا انا الحين اسال السؤال هذا حق الجميع ابو ناصر ما تدري يمكن صلاحيات عند ابو عبد الله وبعدين صلاحيات انا كلمه بس كلامه صح كلامه تواجد مدير كره بغض النظر عن الاسم في نادي بحجم نادي القادسيه مدير كره القدم لازم يكون على راس عمله وقائم بمسؤولياته وياخذ قراراته حتى خلينا نقول الاعلام ابتعد عن الاعلام ابو عبد الله ونعم ابو عبد الله يقوم بدوره الاعلامي لكن بالنهايه هذا المنصب يحتاج تواجد يحتاج قرارات يحتاج دعم يحتاج وايد امور وايد امور تخف الحمل على ابو عبد الله فراغ هذا الفراغ اللي قاعد يصير حاليا باداره كره القدم هذا امر مو صحيح راضي عنه لما اخذوا الدوري العام نعم هم موجود راضي عنه ولا راضي عن منو عن الشيخ فهد احمد الفهد واخذ الدوري وساهم بالدوري يعني مو موجود العام هو بعد كم لا هو لا ما كان ابو سعود هو اسمه هو اسمه اسم موجود بس ما كان موجود بالمباريات ولا بكذا لازم يطلع بالاعلام لا 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 مصرح لا لا وجرايد زين انا ممكن اسالك سؤال الفريق محتاج اي اجتماع اي كذا يخف عشان تتاكدون انه هو موجود يخف العبء يخف العبء على ابو عبد الله لا لا مو شوف يخف عليه مرزوق مرزوق انا احنا كلبك بصراحه انا من الثمانينات لعب بالقصير جميع مدراء الكره اللي مروا على القادسيه من عهد الفارس والمخلد الشيخ طلال فهد كلهم ودائما احنا عارفين شنو الدور احنا ندري احنا عايشين من 88 انا العب النادي مساله ابتعاد مدير كره بهذا الشكل امر يعني مو مبرر لا يمكن انه يكون مبرر انت تقول لي التاثير من بعيد هل 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 قاعد يتخذ قراراته وياخذها من وينه من برا مو صحيح معناته انت مقصر في دورك مع احترامنا الكامل لشخصك ولكن نادي القادسيه اكبر من الجميع وما في مجاملات على حساب نادي القادسيه هذا على الاقل شيء احنا تعلمنا عليه وتربينا عليه فهذه كلمه حق لازم تنتقل طيب اخونا ابو نواف صبح عليه بالخير ونشكره دائما ايضا متابع لنا ودائما ايضا في حسابه يعرض لبعض لقطات اللي موجوده في برنامج 90 دقيقه احنا نشكره اخونا ابو نواف على دائما يعني تواصلك معنا يا أخوي كامل الشمري يقول أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام يقول يا ليت نعرف من هو صاحب قرار وضع الاستديو بمواقف السيارات التلفزيون أم اللجنة المؤقتة وأعتقد الأخوان وصل لهم يمكن عتب أخونا طارق العلي الفنان القدير
على الاستديو اللي استضافوه فيه، لكن ابو ماطر كان موجود فيه. بس ما اعتقد اللجنه المؤقته لها دخل بالموضوع. شوف هذا شغل مخرج، شغل مخرج وهو يختار هذا الكادر. هذا كلام المذيعين، انت شفت المشهد؟ اي اي كلام هو. اي لا انا هذا اقول لك هذا شغل مخرج هو اللي يختار الكادر وهذا وانتم عارفين. لا لا مو شغل مخرج، شوف هو دائما يصير في تنسيق بين وزاره الاعلام وبين يعني الهيئه. ما يقبل مفروض اذا ما فرضي قال ما ادش داخل هو يرفض. عموما ابو مرزوق هو كمنشاه رياضيه استاذ جابر خصصوا بوابه خمسه حق دخول الاعلاميين سيارات النقل. نعم. ممتاز. احنا الحين حاليا اذا عندي اوردر ولا عندي استديو ولا شيء عارف ان بوابتي بوابه خمسه دايركت طالع لها. البوابه هذه فيها سيارات النقل ووحدات النقل موجوده، فيها الاستديو مجهز حق الاستديو وحق الاذاعه وحق التلفزيون وحق ايضا القنوات الزميله معانا. فاللي حصل يمكن في تنسيق، لكن انت عارفين ان التنسيق يمكن الفتره هذه ما كان العمليه كانت منظمه، لكن احنا يومنا دخلنا لا انت تدش على هويتك في رقم سيريال نمبر. انا بعرف السؤال هذا طرحه احد الاخوان، مواقف سيارات ليش مو حق السيارات؟ هذا من افتحه للساد مو قاعد نستفيد من المواقف، كل العالم قاعد تركن برا والمواقف فاضيه حرام، قاعد نمشي مسافه يعني. حتى الحين بيبلش بالدوري من يوم الخميس وعلى ملعب الساد جابر، اذا هو بيبلش بالطريقه نحن نركن سيايره نفس الطريقه ومواقف عنده 6000 موقف داخل. هذه مشكله بسود. ليش يعني هل ما في مخارج مداخل حق المواقف؟ هم مو عارفين يضمنها الظاهر. لا لا ابو ناصر مو امنيه، هذه افتتاح استاد جابر ومباراه منتخبنا اعتقد، واعتقد المباراه كاس الاتحاد الاسيوي نادي القادسيه والاتحاد السوري اللي صار. احنا واجهنا مشكله، المشكله لما انت تنزل السرداب باص اللاعبين، اللاعب تخيل ان اللاعب يمشي يمكن كهلو يوقف لان الباص ما يقدر لان الارتفاع. احنا نتكلم عن السيائر اللي برا، سيائر الجمهور. سيائر احنا شنو نروح سيائرنا ابو سعود؟ انتم تصفطون بعيد تجون بباص. بالضبط. او انك الله يعينك تاخذها مشوار تعال بعد المباراه تعال. انا هذا اللي اقصده يعني، السؤال موجه حق مواقف الاستاذ 6000 موقف ما قاعد تستفيد منه. انا اللي سمعته بعد بمشار انت كنت موجود بعد المباراه ما كانت في باصات تودي الجمهور حق سياراتهم. لا انا شفت كذا باص بس ما ادري اشوف الشباب يركبون عد بس وين يودونهم ما ادري، بس لا شفت انا باصات بعد المباراه. بعد المباراه تي باصات اي في باصات بس عاد وين يودون واشوف الشباب يركبون وكذا. زين الله يعينك مسعود، يعني لما يوجه خلينا نقول اتهام نعم الى الاتحاد المعين بان انتم اللي ما اعطيتونا المكان داخل من البرنامج نفسه. انا شفت الفيديو وكلام الفنان طارق العلي وحتى المذيعين وتبريراتهم وهم قاعدين والسيارات تمشي والجمهور يمهم. اذا كان هذا اتهام موجه الى 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 الاتحاد فيعني من المنطق انه يطلع شخص يبقى. ما في مو 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 الاعلامي منسق يطلع نعم ويطرح الموضوع ويقول هو شنو الحدث اللي صار ويدافع عن التهمه، ولكن سكوتهم يؤكد التهمه. التهمه انت تقول على منو؟ على الاتحاد. الاتحاد هو هذا اللي فنان طارق علي قال يقول ما له شغل الاتحاد. انا قاعد اقول لك التهمه اللي انا الحين اقول لك هذا دور المخرج هو اللي اختار الكادر. المسؤوله الاولى الهيئه. اسمع مخرج الهيئه انت تقوم الهيئه لحظه لازم ما تقول الهيئه مسؤول. انت كمخرج استعداد ندق على اخونا خالد ابو ناشي. خالد ابو ناشي لحظه انت كمخرج لان هذا الموضوع بوجه المخرج هو المسؤول على الكادر، انت اللي تختار طلبه ما لبى طلبك ايش تسوي؟ مخرج ما له شغل. لا لا حبيبي لا 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 تعتذر وتوصل رسالتك لان هذا شيء يسيء لك انت قبل لا يسيء حق ضيوفك. هو موظف هو ما يقدر حبيبي طالب. المخرج هو دور الكادر هو اللي يختار الموقع. اذا فرضوا عليه ما يقدر يقول والله لا ما نطالع. حبيبي انت الموظف انت كمخرج انت كمخرج موفر له وعارف ان في ضيوف على الاقل احترم الضيوف واقدرهم انت تبعد عن هالمسؤوليه. طيب يعني امس موقف الفنانين صراحه مو يعني فيلم مثلا قاعد يصور ولا برنامج وثائقي. لا لا خليه يطلع واحد من الاتحاد يقول احنا ما نتمنى انه ما تكرر في لقاء ويبت ضيوف وهذا تحترمهم وتحطهم على 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 راسهم. لا لا يحترمونهم هذا مكان الاستديو. لا هذا ما اللي شفناه امس محمد بمكان اللي شفناه اللي شفته بالضبط اللي شفته امس انا كنا مصورين لو مصورين بالباركيه افضل. ليش بالعكس كان نقل ولا باجراوند الاستاد الساعه 3 الظهر مقعد الناس برا. طيب تدري ساعه كم؟ اذا مو شغل مخرج. لا لا برا المخرج. لا لا شفت الفيديو هو اللي اختار. شوف الفيديو هلا اروح تاخرت على الفاصل وبعد ذلك راح نوريكم تقرير جميل عن الجماهير اللي كانت حاضره للمباراه، تقرير رائع صراحه الاخوان عبد الله زكريا واخوي مشعل الديحاني
عملوا جو في هذا الكرنفال. نشوفه، انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله ويانا. سريعا ايضا كم تغريده قبل لا اروح حق تغرير الجمهور. اخوي هاني يقول بدر الجمعه ذكر نقاط على المشعان، اللاعب نفسه مو عارف شبي، المشعان ما يحضر التدريب، المشعان عنده مشاكل، ليش تحمل اللاعب كامل المسؤوليه؟ اخونا فيصل ابو عباس يقول في لقطه بالشوط الثاني عرضيه من ضاري اتوقع فيها لمسه يد على لاعب الكويت، يا ريت تعرضونها واحتج عليها المطوع والشيخ. أخونا ماجد عناد يقول هلا أبو سعود كيف الحال، سلامي للأخوان الموجودين وبالأخص أخوي المدرب أحمد عبد الكريم مشعل الدحاني، مشكور يا أبو عناد وتحية لك والله يوفقكم الموسم، وتحية لأسرتك الكريمة جميعا. خاروح حق تقرير الجمهور وبعد ذلك في ترى تصريحات مثيرة شوي، راح أخذ رأي الأخوان أيضا في تصريحات الجماهير بعد شوية. كويتاوي ولا قتساوي، انت عرباوي، شايبك اليوم؟ والله جاي اشوف اللعب صراحه. ما تتمنى العربي موجود؟ والله اتمنى، بس ان شاء الله. متى؟ ان شاء الله راح يرجع العربي باذن الله. احنا محظوظين في السوبر مع الكويت. حلو. كل سنه كذي، كل سنه يا بدر متعور يا ثامر متعور، السنه حتى المدرب حاشة العين، يعني اكثر من المدرب ابدا اندعم وحالته حاله وتعور والسياره تعورت سيارته وهو تعور، بعد ايش بقى؟ لاعبين ثلاث ارباعهم متعورين يمشون على اوبر. القادسية يقولون احنا جايين ناخذ الكاس ونروح حولي. عليهم بالعافية اذا اخذوه، لان احنا الاهداف الاسمى ان عودة الكرة الكويتية ونشوف لاعبين سواء نادي الكويت، القادسية، العربي، كلهم عيالنا، بس ان شاء الله الكاس حق نادي الكويت ويروح كيفان. يروح كيفان يعني. باذن الواحد الاحد. والله بالعكس مباراة حلوة، وبس كنا نتمنى الجماهير تكون اكثر من كذي، بس كم مباراة وفي هالوقت هذا شوي حر، بس أنا أشوف لها طعم المباراة ككاس سوبر، وكل نادي يتمنى يكون موجود في المباراة هذه، فإن شاء الله نتمنى حق فريقنا السنة الجاية يكون من السوبر. الشوط الاول 1-0 صالح القادسية، شو تقول عن الشوط الاول؟ شو تشوف الشوط الثاني؟ شوف الشوط الاول كان ممتع الصراحه، نادي الكويت استحوذ على المباراه، نادي القادسية اعتمد على الهجمات المرتده، والشوط الثاني لعبه مدربين مثل ما نقول، ونتمنى التوفيق اهم شيء للكل يطلعون مستوى يليق بالكره الكويتيه. لا الحين كان بعد وقت باقي ترى وايد، الشوط الثاني بعد عندنا القادسية ترى ما هجم ولا هجمه، ترى لهم بس بلنتي والباقي ضايعين ترى. 1-0 النتيجة. لا ان شاء الله الشوط الثاني بعد. يروح كيفان ولا حولي؟ لا كيفان ان شاء الله. الشوط الاول القادسية كان متحفظ، لا راجع ورا، الكويت نادي كبير، لاعبين محترفين شبه محترفين، القادسية نقص يعني قاعد تشوف القحطاني شمال، نقص النص ما في، وانا متعجب من الكويت، المفروض يستغلون الفرصة هذه. وانا اقول شيء، هذا انتصار كبير للقادسية ان انتهى ونحمد ربنا 1-0. الشوط الاول زين من القادسيه صراحه، في ظل النقص في ظل الظروف الكويت راح ينضغطون في الشوط الثاني، خذ كلام اخوك، يمكن يقولون، بس القادسيه هذا داليبور لازم يتصرف، محمد الفهد النوايش اعتقد هذا السلاح الوحيد، محمد الفهد والنوايش في الشوط الثاني. تتم النتيجه اسمها هي الشوط، تتم النتيجه اسمها هي الشوط الثاني. انسى ما اعتقد، مستحيل. انا عندي نقص اكثر من 70%، مو عندي نقص واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، عندي نقص اكثر من 6 إلى 7 اساسيين ارتكاز، والنعم بالموجودين ان شاء الله. احنا لعبنا على امكانياتنا، عرفت شلون نمتص فريق الكويت، حصلنا لنا فرصه اخذنا فيها بلنتي قولنا، الجيم الثاني ان شاء الله راح نسكر، وان شاء الله تحصل لنا فرصه نقول الجول الثاني.
قاعد اعصابي لان فريق اللي قدامنا مو فريق، فريق يعني يبينا تجميع، وتجي تلعب معاه ويتعادل معاك انا اعتبره فايز القادسية كذي. بس الحمد لله العميد كلمته واحده، وهذا الملعب استاذ جابر امير الكويت يحب نادي الكويت. انا عندي ملك ملك النص قاعد يلعب الحين بالسعوديه الله يحفظه، الكويت مستانس انه ما يلعب مع القادسية. لو لاعب شوف النص، شوف الدفاع، دفاع الكويت راح يصير فيه راح يتبهدل. انا ارحم حار القادسية، زين انه صراحه جارانا بالمباراه للربع ما كانوا زينين، كان بالوقتها ما اتوقع من 4-5، وانا قاعد اقول يقول الهدف ما الهدف، هذه المباراه وانتهت. شكرا لعبد الله زكريا الله يعطيك العافيه، وشكرا لابو ماطر ايضا. الجماهير صراحه عملت جو في هذا الكرنفال في هذه المباراه. على طار الكاس وشيله الكاس، اخونا عبد الله يقول وقت التتويج لازم يشيل الكاس كابتن الفريق فقط، مو يصعد معاه ثاني وثالث ورابع اقدم لاعب، ودي اشوف تنظيم بدون اخطاء تافهه من وجهه نظره. طبعا عبد الله تكلمنا الكاس ثقيل بو ثقيل اي كذا اقول لك يعني زي ما نمر الشباب يعني اثنين ثلاثة مع بعض شيء طبيعي انه يشيل. من ينزل من سيارتك؟ كاس ثقيل. من ينزل من السيارة؟ والله عندي واحد نزله وصله ما قصر والله، حاسبته كثرته وشغله وقصيته مسكين والله نزله والله صراحة ما قصر، ما ادري وين راح الحين. على طاري احد الجماهير بو خالد تكلم عن فهد الانصاري وغيابه كان يعني مأثر فيه. وشيء بالنسبة لفهد الأنصاري أبو سعود، أنا تابعته صراحة من بدأ من حتى في المباراة الودية تابعته مع الاتحاد السعودي، قاعد يؤدي أداء جميل صراحة، أداء ممتاز، لاعب كبير صراحة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي قدم مباراة كبيرة. أعتقد أن القادسية افتقد فهد الأنصاري ولاعب كبير صراحة. أتمنى أنه يستمر بإبداعه مع نادي يعني الاتحاد. أنت ترى الموافقة على الاستغناء عنه خطأ؟ لا 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 بالعكس فرصة، بالعكس بالعكس فرصة. الخطأ شفنا فهد الأنصاري بعد المشاري، شفنا فهد الأنصاري الحين شلون بدأ قاعد يبدأ برا على الاتحاد. الاتحاد الحين متصدر الدوري وهو قاعد يبدأ صراحة يقدم مستوى عالي فعلا، يعني هذه فرصة للاعب الكويتي أنه يقدم مستويات. الخطأ أعتقد أنه خطأ ان انت صرفت لاعب، المبلغ اكيد في مبلغ جالك كاداره، انت مو بلاش معطيهم اياه. لا لا كله حقه، عرفت المبلغ كله له اي اصلا ما له حق الاداره ياخذ دينار. لا ياخذ كل العقود اللي نعرف لازم الاداره تاخذ على الاقل كيف على لا لا بس لا على الاقل تعوض بالفلوس هذه، تجيب محترف. انت عندك انت في عندك نقص، مو خانتين فاضيين على الاقل تجيب فيهم محترفين. تقول الفلوس كلها راحت لله حق الله يرزقه ان شاء الله، عسى الله يرزقه، بس انا قصدي انك تعوض بمكانه محترف. طيب انا هذا قصدي، اقول لك فلوس راحت حق اللاعب شلون والله الله يرزقه، بس الدور الاداره انك تعوض محترف. القادسيه محتاج محترفين. ابا اخذ كم اتصال على السريع اخوي محمد، صبحك الله بالخير. يا هلا اخوي ابو سعود، حياك الله يا اخوي محمد. مساء الخير. مرحبا. بغيت اسال الحضور بس الاداره مال نادي القادسيه ما سوت حل للاعبين، يعني صرفت تقريبا فريق ونص 16 لاعب وما قدرت انها تسوي لاعب بديل بدال لاعب، يعني اي لاعب مصاب الحين راح يصاب طول الدوري ما له بديل، ما له اي واحد. يعني الاداره سيئه بنادي القادسيه. اصلاح ترى الشق عود، والاصلاح ما راح يبدي كذي، الاصلاح يرد ان شلون نفكر بالادارات هنا بالكويت، لازم نجيب ناس من برا من المانيا من الدول المتقدمه هذه نعينهم بالملاعب الكويت كلها كاداره، ونطلع الشياب هذين اللي قاعد يديرون الكره وما يفقهون بالكره شيء، نطلعهم ونعين وياهم شباب مع الادارات هذه اللي نجيبها من برا، نعين بس ما لهم اي صلاحيه، بس يشوفون شلون يشتغلون كذي رياضتنا راح تتطور. طيب على نفس النوعيات هذه ما راح ينصح الحال. اوكي مشكور يا محمد. ايضا محمد اخر، صبحك الله بالخير يا اخوي محمد. راح محمد. اخوي عبد الرحمن داس تغريده يقول خوش تغرير عن تغرير الجمهور، يقول يا ليت تشوف مبارك الدوسري ضيف دائم وجمال مبارك. والله اذا تمون على مبارك احنا كلمناه، هو مبتعد عن الإعلام، مفضل يكون في أجواء السناب شات الخاص فيه، وبالعكس هذا مكانه وحياه الله في أي وقت. سعد الأنصار يقول برادات أستاذ جابر مياهها حارة، ليش مو شغالة؟ منه راح يشرب ماء حار
بلحر. والله يا اخوي سعد النقطه اللي تطرق لها ان المشكله كل اللي راحوا المباراه او الاثنين راحوا المباراه قاعدين في اي بي، فاكيد ماي بارد وعصير بارد خدمات وخدمات، لكن بالجمهور ما اقدر يعني اسال مشعل ولا ابو مشاري لان ما راح يفيدوني. لا 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 افيدك انا، انا قاعد مع الجمهور. والله صدق انا قاعد إيه ليش انا اقول قاعد مع الجمهور وعيالي معاي وكذا. مشكله يا اخي مشكله الماي، اطفال معانا يا اخي صدق الماي حار والله. شوف إيه؟ انا كان يبولي يعبي لي ما ادري من البراده او شيء، وما شربت الامانه ما شربت الا ما طلعت المباراه، والعيال كل ما يابا عطوا العيال يعبون بطل. مو متاكد ان الماي حار مو متاكد، بس العيال صراحه قاعد يشربون عطش، لان انت موضوع المقمه ما تدخل معاك ماي ما تدخل شغله. بس للامانه نزلت تكرم الحمامات والمغاسل صراحه شيء فايف ستار. زين طيب. صراحه شيء ودك تقعدك ما تطلع. اي هذا انا صراحه خالد مناشي قال احنا مركزين عزكم الله على دورات المياه، قسم الحريم حاطين واحده قاعده هناك بحيث انه ما يصير خطا واحد من ريايل الدش. نعم عرفت، والريايل نفس الشيء مرتب وكل شيء، كل شيء صراحه مرتب. التنظيم مثل ما قلنا احنا التنظيم اخونا خالد ال نايف يقول امسي عليك، الباصات اللي يقول عنهم الاخ صلاح هي لجمعيه تعاونيه محملين المشجعين من المنطقه والتنظيم كان سيء والله جدا. ما ادري انا شفت باصات فيها ناس عاد يطلعوا ملوت جمعيه ملوت مخفر عاد هو اللي ابخص. طيب بس انا باصات شفت باصات تحمل ناس عاد من يبي الباصات من اللي راكبين شايفهم جماهير ناس يعني طالع من لان في بعض الجمعيات. صحيح كلام الاخ خالد كنوع من دعم للمباراه والحضور الجماهيري فسووا هو ابخص يعني هو بتاكل المعلومه هذه يودون الجماهير. صح مشعل حصلت لك حادثه بسيطه مع ابو علي الاخ سطام سهلي؟ لا بالعكس يكبر الموضوع، سطام يبقى أخوي وحبيبي يعني، سطام زميلي إعلامي نتعلم منه، اللي بيني وبين سطام يعني أكبر من كذي، هو سوء تفاهم يعني كدوره منسق بالإعلام في الاتحاد أعطانا الخطوات وإحنا مشينا بالخطوات، وأعتقد أن إحنا ما أخطأنا في دورنا أو تجاوزنا، ممكن سوء تفاهم وبسعود اللي حصل، فحلينا الامر وكان نقاش بيني وبين اخوي سطام ابو علي اساسنا الكاميرا مالتنا، واحنا التمسنا الامر وان كان النقل للقناه الناقله للقناه الثالثه الرياضيه قناه السبورت الرياضيه، واحنا طلعنا الهويات الرسميه وقعدنا مع الاخوان قبلها بيومين قبل مباراه السوبر وسمعنا الخطوات ومشينا على دورنا. نعم ما في شيء. اخونا عبد الله العنزي صباح الخير يا أخوي عبد الله وتحية لك يا أبو سلمان، يقول نريد رأي الكباتن عن محترف القادسية شريف النوايشة، تحكم عليه من ربع ساعة أبو مشاري؟ والله أنا اللي يدش الملعب ويتحرك شوي ويجيب لك هالجول أعتقد عنده المزيد. شو تقول أبو عصر؟ والله أنا شفته بالتمرين يعني هو الريال عنده إمكانيات بدنية يعني، لكن فنيا انت ما تقدر تقيمه ما يمدي ما يمدي. نعم ابو خالد شو رايك بشريف؟ ما تقدر تحكم عليه في ربع ساعه، لكن كل اللي شفناه بالصوره في الوقت اللي دخل فيه اعتقد بدنيا عنده القوه الجسمانيه يعني، لكن فنيا ما نقدر نحكم عليه. بسالك سؤال ايضا موجود في حساب التويتر وراح اسال ابو مشاري تعقيبك يمكن يكون او ردك يكون افضل، يقول ودي اعرف اخو الاخ فواز الحساوي عبد العزيز شنو صفته قاعد يم رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد، هذه تغريده واصله من الاخوان، راح اسمع اجابتك ابو مشاري واجابه الاخوان بعد الفاصل. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. احنا طرحنا سؤال الاخ ومدازين لنا الصورة واضحة، اعتقد هذه الصورة ابو عبد العزيز يم الشيخ خالفيت شيخ سلمان، على اليسار طبعا اخونا الكبير عبد العزيز شقيق الاخ ابو عبد العزيز. ابو مشاري فيها شيء؟ ما فيها والله انا قاعد بالمدرج هناك ما اشوف لا يعني فيها شيء لما يقعد اخوي مثلا بجانبي وبعد يعني اجيب اخوي واجيب عيال عمي واجيب مش عارف ايش
لا اخوي الكبير تحضيرا لا يمكن حضر خمس دقائق 10 دقائق. في ناس في ناس في ناس احتراما وتقديرا في ناس كانوا يستحقون بطاقات دعوه ما حصلوا من الاتحاد ولا وصلت النادي عارف. واحنا قاعد نشوف التغريب في ناس قاعدين بالرفاهيه قاعدين هنا بس يمكن اول تجربه في تخبط اول تجربه ما قعدوك في اي بي كنا لا لا ما حصل دعوه للامانه بقول لك اياها جد ما حصل دعوه عشان شيء زعلان لا علشان لا تسالني من اللي قاعدين هناك اللي قاعدين هناك هم اصحاب الملك يمكن اصحاب الحلال لا يمكن شركه داعمه ممكن شركه راعيه هذا عد شيء ما ندري عنه انا قاعد هناك بالمدرج يدوب يقول قلاص ماي مع عامه الشعب المدرج حالك حال المواطنين يا يعني. يا حلو القعده معاهم والله والله يا حلو القعده معاهم زعلان انت تقول يا حلو القعده ما هو زعلان لانك قاعد تحرني وقاعد تسالني على الناس اللي قاعد هناك مالي شغل فيهم هم عندهم فيتامين واو وقعدوا هناك احنا قاعدين مع عامه الشعب دخلنا من البوابه وروح اركض البوابه حاضر وروح اركض وننقل عيالنا واحفادنا ورانا وقعدنا وين الكرسي قعدنا والحمد لله قعدنا مسورين وطلعنا مسورين بس اهم جائزه اللي طيب الخاطر يبدها الكاس طيب والله لو مو جايبين الكاس شان عموما احنا يعني هي تبقى وجهه نظر الاخوان في الاتحاد لهم بروتوكولهم لهم لا حق يتكلم لا حق يتكلم يستفسر لا بدر تتعلق على الموضوع لا انا اعتقد من التساؤل يعني منطقي بينما يكون يعني الشخصيات الرئيسيه الرياضيه لكن يعني 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 مثل اتهام طارق العلي بان يعني ما وفر هذا ومثل هالتساؤل هذا المنطقي يعني ما في شيء انه يطلع الاتحاد ويقول بان الاخ عبد العزيز الحساوي كان من الداعمين او 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 يعني يبغون يكرمون الشخصيات الاولمبيه فعشان شيء قدموا له الدعوه وقعد هنا لك الاحترام والتقدير والرد طبيعي الناس من حقها تتساءل ومن واجبكم تجاوبون ياخذون الرد من واجبكم تجاوبون كم ايش خمس دقائق قال له تفضل قعد مو هم يردون احسن من ما انت هم يردون على الشخص اللي سائل يردون ردوا الشخص اللي سائل سال سؤال وجيه انا ما عندي مشكله بس تساؤل منطقي يعني ما في شيء طيب خلف واحنا ما عندنا الردود يعني ما خلف العنزي يسالك يقول له طيب وفلوس سلطان جاوبت عن فلوس سلطان هذا اللي اعرفه اللي اعرفه انا عن 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 الانصاري نعم. بأن استلم يعني اعتقد يعني المبلغ فسلطان ما سمعت عنه لازم لكن لازم لكن انا اعتقد بان شوف الوضع هو بالكويت مزاج الاداره اعطيك نص اعطيك 70% اعطيك ثلاث ارباع ما اعطيك اقول روح بلاش حسب الاتفاقيه كيفهم لا كيفهم مو هم كيفهم الاجاره كيفها فالاتجاه الحين اعتقد بعد خطوه سيف الحشام خروجه بعدم موافقه حتى بدون اخذ راي مجلس اداره نادي القادسيه اصبحت مجالس ادارات تخشى خروج اللاعب بدون حتى رجوع لها فاحتراما لنفسها توافق طيب ابو خالد ابي ردك انت كمحايد دائما يقولون القادسيه بمن حضر ليش الحين يقولون عندنا نقص واصابات ولاعبيننا محترفين برا انا اشوف القادسيه لحد الان بمن حضر يعني القادسيه امس قدم مباراه كبيره صراحه القادسيه لعب طريقه مناسبه ضد فريق قوي نادي الكويت وافضل اعداد بدني وفني منه لكن انا شايف ان القادسيه اللاعبين الموجودين ممكن يعني ان يقومون في دور الغيابات الموجوده لكن انا قاعد اتكلم عن نقطه مهمه اللي هي دكه الاحتياط الموسم طويل ابو سعود ويحتاج والدوري يحتاج الى نفس طويل مثل ما ذكر مساء اخوي بدر يمكن اصابات تصير للاعب وهذا انا اشوف دكه الاحتياط يمكن بالخبره الموجوده عندهم حامد العنزي سعود المجمد هذا اللي شفته انا يعني المتواجدين امس ممكن المحترف مع الايام يدخل لكن القادسية اعتقد يحتاج الى محترف او محترفين تعويض المفروض يعوض جراح واي تعويض اللاعبين اخونا الكندري يقول يحطون تفافيخ بالمواقف ويجبروننا نوقف بالبراحات والارصفه واحنا اللي طالعين نلقى مخالفات على السيارات كان في مخالفات ما اعتقد لا ما اعتقد لا لا, لا, لا احنا دخلنا بامور سيارات يبوا انت داش داخل عامه الشعب برا زين ابو انت وين داش مو داش بالبوفيهات هناك يا اخي وجهوا رساله حق الاتحاد ولا مسكين هذا مسكين هذا هذا تلقاه تخالف هذا زين هذا اقول لك هذا مو حاطط لانك انت بتوقف هناك يا تطق رصيف وتطلع فوق لا يا جماعه البراحه كبيره اي مشاري هل انت شفت مخالفات دوريات مرور قاعد تخالف امس انت شفت الشخص شو يقول وين المشكله وين المشكله الشخص شو يقول سالتني ابو سعود حلو الكلام بس شو يقول لك الشخص ما شفت شيء ما شفت شيء قاعد التكييف انت هناك وين تشوف
خدمات صح، سيارتك تحتك وشغلك عندك وعدتك وريوقك. والله يا ابو شاري مشيت نص الملعب انا ما وصلت. مسكين غلبان هذا والله، طاق الرصيف وقاعد فوق مسكين، تلقى مخالفينه ولا احد معوض. تلقى بعد قدساي مو ماخذ الكاس يا ولكم المواقف والله. بس للتوضيح وكلكم رياضيين تعرفون، قبل المباراه اعتقد 48 ساعه الملعب يسلم الى الاتحاد الكويتي، وهو المكلف بكل الامور التنظيميه سواء الدور الداخليه الداخليه خارج الملعب. الداخليه الناحيه الامنيه هي اللي مسؤوله على البوابات، كتنظيم كتنظيم يعني كتنظيم داخل الاتحاد. هذه الامور الاتحاد هو اللي. انا بعرف سؤال واحد صحيح، 6000 موقف داخل الاستاد هذيل حق شنو؟ اذا احنا بنحط سيايرنا على الرمل كل مره والساحات هذه دق على خالد ابو ناشي يقولوا له يعني ما استفدنا من المواقف، ما استفدنا من المواقف رياضه ومشاركه. اي خالد عندك عائلات قديش انت تشجع رياضيين انه يحضرون، بعد في مشكله رأسي. لانك لما تحضر تجيب عيالك يعني انت مو جايب روح لوحدك شايل نفسك في مسافه تمشي يا اخي في مسافه. نقطة امس لعبنا عشان يوم جمعه اوف يعني ما في دوامات التطبيقي ما يضايق الاستاذ جابر في المباريات الرسميه في الفتره المسائيه؟ لا لا ما يخلصون، يخلصون اربع اعتقد اربع خلصين ماكو محاضرات اي بس ماكو. اوكي هذه نقطه مهمه. اي لا لا ماكو نتمنى ايضا ان شاء الله بعد بيلعبون استاذ جابر يعني المباريات الكبيره انا اتكلم في المباريات الجماهيريه يعني لان في العربي لان راح يصير استاذ جابر لو عاده لو في لعبتين راح يصير لعبتين ورا بعض راح يصير خميس لعبتين ورا بعض. بس اقول لك عاده لما يصير في مباراه باستاذ جابر خلينا نقول الساعه 7 التطبيقي يعني يتعاونون وياجلون الاختبارات او المحاضرات. موسم كامل ابو ناصر بتعب وياك كذي بنسق لحظه موسم كامل مع استاذ جابر. لا 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 المباريات مهمه راح يصير مع استاذ جابر. خميس يمعه خميس يمعه لحظه لحظه ما راح يلعبون لا 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 بس قصر عربي يمكن لا 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 في مباريات مهمه كل الفرق راح يلعبون كل الفرق ما عندهم ملاعب حولوها ما عندهم ملاعب مو اقل من 7 فرق اللي راح يصير دوش على استاذ جابر الجمهور اللي مو على الجمهور حق العرب القادسي مو على الجمهور على الملاعب ما فكر بالجمهور. لا انا اقصد يضايقون تطبيقي الحين انا بقول لك شيء لا هم الجماهير راح يصير شويه طبعا ما راح يصير نفس الاعداد هذه بشتا ما راح تلعب 6:30 اوكي شتا راح تلعب بشتا راح تلعب 4 ولعبتين وراح يكون حضورك قبلها بساعتين ولعبتين زين ولا لا وتكون لعبتين. انا اتكلم عن القادسيه والعربي القادسيه والكويت اقول الجماهيريه يتعاونون تطبيقي انا بقرا تغريده قبل لا اروح حق فاصل اخير. طارق عادل الاعمر يقول عبد العزيز حساوي شخصيه رياضيه ومالك نادي نوتنغهام شنو المشكله اذا تواجد بالمنصه؟ ماكو مشكله وين مشكله يرد عليه ترد علينا طالع رد عليه انت لا صاحبك هذا رد عليه صاحبك صاحبك اللي داز تويتر وقط القنبله هذه وقطيتها بحضننا احنا انا قاعد هناك يا اخي مغرد اصلا ما اشوف المناصه الا بدربيل عرفت وانتم الحين عرفتوا شخصيات اللي قاعده فهم صاحبك هذا قوله شوف داز داز المخالفه الريال خالفوه ولا ما خالفوه؟ لا يبقى والله داز المخالفه شنو المخالفه اقراها ابو مسعود والله لحظه تدفعها عرقلت عرقلت الله عرفت بعد يا جماعه الداخليه خالفوه اليوم بالشارع هذه مو مبينه يا اخي فاضيه هذا واقف بالشارع هذا شيء طبيعي خاف كرت تموين ولا شيء بطاقه تموين لا مخالفه المشكله انه في شخص يتخالف يعني اذا واقف بالشارع على فكره ترى المخالفات تكتب ما يبين انت شايف المساحات الكبيره اللي يمستاد بس ما تبلل الريال ترى ما تبلل افتتاحيه استاذ جابر انا رايح مع نجوم مع نفسه متابع وهذا لا ما اعتقد مساحات كبيره انت ما تحتاج توقف بالشارع ما تحتاج قصده ان الواحد يروح يستمتع في المباراه فيلقى مخالفه يعني يعني هذا قصده. طيب اروح لفاصل وبعد ذلك نعم حياكم الله ويانا عندنا لكم من جديد عندنا اتصالين على السريع قبل نهاية الحلقة. أول اتصال منو معاي؟ سعد صباحك الله بالخير أخوي سعد. أول شيء تفضل نبارك حق العميد الفوز أول شيء يستاهلون. بس عندنا كم ملاحظة أستاذ عبد العزيز على الاتحاد في التنظيم. تفضل. أول شيء أنا واصل 6:30 الباصات واقفة ما وصلنا طبعا الباصات احنا ماشيين مسافة تقريبا 3 كيلو إلى 4 كيلو من بوابة واحدة إجباري اللي صوب الدائري السادس. شنو العذر ان الباص ما يوصل سعد؟
ما في ما شفت سواق اصلا يعني باصات واقفه بس كذي واقفه واقفه فيهم 15 باص واقفين بس ما يوصلون احد حتى سايق ما فيهم ما شفت احد فيهم فاضيه اي يعني ما شفت احد فيهم واقفين هذول الباصات 6 ونص انا قاعد اتكلم لك عن 6 ونص برادات الماي نفس الشيء انا مر عليهم برادات الماي لازم تشتري عشان ما تنفع الشركات طبعا الماي حار طبعا هذا الكلام كله صحيح اللي انقال يعني وبعدين في بالنسبه للتذاكر الناس تاخذ لها 20 تذكره وناس ما يعطونها حتى تذكره يعني في تنظيم يعني تذاكر انا قاعد اشوف ناس دفاتر قاعد تاخذ اي توزيع الاي صح هذه يعني توزيع فوضوي يعني كان طيب مشكور اخوي سعد شكرا لك يعني اعتقد حتى يعني وايد من الاخوان كلموني بخصوص التذاكر لابد من وجود حل لهذا الموضوع حتى في مع يعني الاتحاد السابق مباراه كاس سمو الامير او كاس سمو العهد اعتقد اللي كان فيها ايضا جوائز هم الجمهور تشكى من هذه النقطه كنا نتمنى ان نشوف مع الاتحاد الحالي حل اخر غير هالموضوع توزع عند شخص واحد يوزعها وانا اعرف هالشخص ويعطي اكثر وهو يعرفني يعطي هذا ما اعرفه ما اعطيه الا واحده تذكره واحده يعني كان في اتمنى حل اخر غير هذه الطريقه اخر اتصال بشكل سريع منو معي عبد الله صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير اخوي ابو سعيد حياك الله صبح على كبات اللي عندك موجودين وحبيت اشارك في مداخله بس تكلمت على اول شيء قلت لك النادي الكويت وهذا لك نادي الغاتيه وصراحه كان امس نهائي ممتع وبالتنظيم لكن في عندي ملاحظه اخوي ابو سعيد تفضل على الماي انا جايب وياي عيالي ودشيت الملعب وياي جايب ماي للعيال والربع داخل ما تدخل نزلوا الماي مني شرطه عند الباب قالوا لي ممنوع تدخل ماي دخل داخل ما في طبعا البرادات حاره جيت بشتري ماي ولا نفس الماي اللي مانعين اخذوه مني برا قاعد يبيعونه داخل الهارديز واللي موجودين داخل نفس البطل الصحي يعني شو المانع هل هي استفاده ولا شنو بالضبط والماي كان امس كله طبعا حار وعندي نقطه ثانيه بالنسبه لاخوي الفنان طارق العلي بالعكس امس كان لقاء يعني بالعكس يعني فكره جديده فكره حلوه اذا كان اللقاء يكون برا عند الجمهور هذا بس اللي بتكلم فيه يعطيكم العافيه ابو سعيد مشكور اخوي عبد الله اعتقد يا اخوان ترى سالفه الماي يعني كل اوروبا انتم قاعد تحضرون مباريات اوروبا بطل المقطه ودش بالماي لا ما يمنعونك لا ما يمنعون هل انت جوك واذا بتشتري شيء ينشرب قلاص بلاستيك ودش كيفك بس ما يدخل بس ما امنعك من الماي شلون امنعك من الماي انت الحين لحظه انت جوك جو اوروبا انت تقط سيارتك وتمشي قالك الريال تقط سيارتك تمشي 4 كيلو وتوصل وتطلع المدرج عياله ويا المشكله وعيالك وياك وبهالجو الحار وياي تحاسبونه ما يشرب ماي اي بني ادم يمشي 4 كيلو ماي اصلا بس مجرد تمشي 4 كيلو يحط لك براده يمك من غير ما لهم شغل فيك طيب ترى الماي موضوع الماي لازم تشوفوا له حل الماي على اساس يعني بس لحد يحذفه فيقول لك شيل المغطه لو تحذفه ما راح يكون في وزن بلاستيك خفيف في حلول ترى هذا الهدف بس في حلول مساله اني انا منعك من الدخل ماي هذه جديده ما لها حلول انت ما تبي يدش بطل ما تبي يدش بطل عشان لا يحذف الشركات اللي مالت الماي توفر لك ماي بارد باكياس بالسعوديه استاد الجوهره شفت السبعين ألف هذيل تلقى كل واحد ماسك له رضعته كيس نايلون عرفت في ماي هذا الكيس اللي شرب ما ينحذف وفي عود بالنص يعني في حلول بس مو انك تقعدني مباراة وفي بعد مباراة ثانية وشغلة اليوم في لعبتين ما في ماي ما عطني ماي ما بي شيء لا تحط لي همبرجر برا حاط شحاط وحاط همبرجر وبرد ياهو باع برد ايش كثر بالعافيه عليه بالعافيه هاي التسويق ابو لا لا معطش الناس عطش الناس والبرد هو الوحيد اللي يدش داخل زين يصوب ومشاري الكافتيريا بعيده يعني لا تحت وانت ماشي وانت ماشي كله يمك اكياس همبرجر هالصوب وبرد هالصوب البوابه لما تصعد داخل هذا الداخل داخل هو داخل اي تحت المدرج تكون عديت اذا عندك بطل ماي قطيته برا وتفتشت دشيت داخل خلاص انت الهمبرجر ناطرك على اليمين والبرد ناطرك على الشمال كله داخل طيب اخونا خالد العصيمي يقول اسال ضيفك صلاح مرزوق ليش زعلان على الاتحاد الحالي زعلان ليش ما اختاروه وياهم يعني ليش معارض كله شيء شخصاني واضح رد عليه تفضل او قاعد بعد رفيجك ودازي بعد سؤالك اول شيء احترم كتابتك الشيء الثاني
اللي نشوفه بعيوننا ونسمعه لازم نوصله لك، هذا دورنا. والغلط غلط، سواء في اتحاد سابق مشي على غلط، اللي جاي لازم يمشي على الصح. والسابق ربعنا واللي موجودين ربعنا، كلنا اهل الكويت، كلنا عيله واحده. طيب اخونا خالد الهيد، صبحك الله بالخير يا ابو فهد، سلامي على الجميع، وخص بالذكر الغالي ابو ماطر، صبحك الله بالخير يا ابو فهد. واخونا ابو عبد الله يقول انا رحت المباراه مع ولدي ومشينا درب طويل عشان نوصل للبوابه، لكن بنص الطريق ولدي تعب من المشي ورجعنا للبيت. هذه بعض التغريدات اللي يعني. في واحد ثاني اللي قال لك طلع له سعله ورا الساحه الفاضيه، ما في اللي بالظلمه يطلع له. لا ابو مشاري لا اقول لك تمشي 4 كيلو تدري شنو تمشي 4 كيلو وانت قاعد تمشي بصحراء؟ باوروبا تمشي 10 كيلو حبيبي، ذيك اوروبا اسمها 10 كيلو مو 4 كيلو، اسمها اوروبا. اي يعني ايش تبي يحطوا لك مثلا شنو ايش تبي يحطوا لك؟ انت قاعد تمشي على رمل مترو، ايش تبي يحطوا لك؟ قول ايش تبي يحطوا لك؟ انت في بني ادم يمشي على رمل عشان يوصل حق في شيء؟ الحين في حد يمشي على رمل؟ ومشاري يقول لي اقنعني 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 بعدين ابي لحظه. انت انت داش داخل لا 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 معظمين لك سلامتك، احنا الفقاره. ابي انت بسكبتك هذه وذمتك وذمتك بسكبتك هذه قصتك وملامحك الحلوه هذه تحط سيارتك وتمشي 4 كيلو؟ ما امشي من الطبيعي، ما امشي. واللي قال تغريده باحترام مو بقوله، انت عارف 4 كيلو مشاري. لا 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 صح، لا لا ما حد كذب، لا صدقني انا مجرب انا صاير فيني والله، انا مصدقهم، انا صاير فيني. طيب تفضل بخالد ده بختم وياك. رب الكفايات يمينك ويسارك اسمها شنو؟ خدمات يعني، خدمات موجوده يعني، تقدر تقعد وتواصل مشيك ابو سعود. لكن هني مثل ما المترو واوروبا المترو يوصلك عند الباب، المترو يوصلك عند الباب. لا لا ما يوصلك عند الباب، لا اله الا الله. رايحين ابو مشاري ما يوصلك، المترو يوصلك عند باب الملعب. وين هذه؟ وين ابو مشاري؟ يبا انت رايح سوق المصريين، ما له شغل هذا، ما له شغل. خليني كريم مدربنا الوطني، مشكور يا ابو خالد، تحياتنا حق كل اخوان في نادي الصبيخات، والله يوفقك في لبت وياكم الخميس الاربعاء ان شاء الله. الاربعاء ولا خميس؟ مال نص الاربعاء. كنا خميس تفوزون؟ راح تفوزون والله جاهز. ان شاء الله نعم نفوز، فريق الكويت قوي طبعا، وتو نعم. ماخذ بطوله يعني المباراه لكم ان شاء الله لكم مباراه. وين على اي ملعب؟ استاد جابر. بس لحظه خلني اتاكد، خلني اتاكد ادري، بس خلني اتاكد راح تلبسون ابيض مباراه لهم؟ وكيفهم بيلبسون؟ عشان ربعنا يبون الطقم الثاني، عشان ربعنا يحسبون حسابي يبون الطقم الثاني. سال جاز داري ما يدري. ها جاز داري ابو سعود قبل ما عندي وقت بشكل سريع. انا شاكر لك ابو سعود تواجدي معاك، طلتك هذه بالدنيا، وانا سعيد جدا اتواجد مع اخواني الكباتن. هذا مكانك يا ابو خالد، وانت تشرفنا في اي وقت. من الشرف يا ابو سعود. مشعل الدحاني مشكور يا ابو ماطر، الله يعطيك العافيه. قاعد بالتكييف، ملك التكييف. بدر جمعه مشكور، نور يا حبيبي، والله نور على الطلبه اليوم، نور بدايه يوم دراسي. يا حلو يا حلو الطلب والله. نلقاكم ان شاء الله باكر، شكرا على الكاس بعد مشاري ما قصرت. ابي 4 يشيلونه. حاضر انا اتكفل. الشكر لشركه فيفا وشركه تيماس وسفريات النور، دار الانوار المباني، عطوراتها من الكويت، ديرندير، وايضا وكلاء جيفوفا في الكويت. نلقاكم ان شاء الله باكر، الى اللقاء.